نعلن ميزانية السنة المالية للعام الهجري 1440-1441 2019 كأكبر ميزانية في تاريخ المملكة العربية السعودية، تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في المملكة ورفع كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، وذلك ضمن أهداف رؤية المملكة 2030. إننا عازمون بعون الله على المضي قدما في طريق الإصلاح الاقتصادي وضبط الإدارة المالية وتعزيز الشفافية وتمكين القطاع الخاص، والحرص على أن تكون جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين متميزة. ويبلغ الإنفاق في هذه الميزانية 1,106,000,000,000 ريال بزيادة 7% عن المتوقع صرفه في نهاية العام المالي 2018، كما تبلغ الإيرادات 975 مليار ريال بزيادة 9% وعن المتوقع بنهاية 2018. يتاج هذه الميزانية استمراراً سياسة الحكومة بالتركيز على خدمات أساسية للمواطنين وتطوير الخدمات الحكومية. إن اهتمامي الأول يتركز على مواصلة العمل نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة وفي كافة المجالات، وحكومتكم ماضية في تحقيق ذلك، مستعينين بالله عز وجل متوكلين على الله. وقد وجهت الوزراء والمسؤولين بسرعة تنفيذ ما تضمنه الميزانية من برامج ومشاريع. نسأل الله العون والتوفيق، والحمد لله على نعمة الأمن والاستقرار والنماء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.